السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس. نتمنى انكم تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا في صحه جيده وكذلك احوال جيده. فيديو جديد على القناه، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. العباره عن خليه النحل او شهده اللي كتجي سهله اقتصاديه بمكونات بسيطه، تقدروا في رمشه عين انكم تجربوها. باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، كملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على طريقه التحضير وكذلك المقادير. وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس وتكثروا من لي لايك باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد. ونتمنى لكم صحه جيده وفرجه ممتعه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كتجي طيبه كامله وكتجي مفشفشه كيف ما كتشوفوا، ما كتجيناش منقصه نهائيا، وكيجي ديك الشوكولا خارجه من الجناب كتعطي واحد اللذه اللي رائعه. نتوما كيف ما كتشوفوا بالنسبه للمكونات شنو غادي نحتاج. عندي كاس ديال الماء دافي، 3 معالق كبار ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، وكنحتاج البيضه، وعندي هنايا الدقيق 3 الكيسان كبار ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي هنايا كاضافه معلقه كبيره ديال نيدو، وهنايا الزبده غنحتاج 50 غرام ديال الزبده. دابا غادي ندوزو الطريقه ديال التحضير ديال هاد خليه النحل او الشهده اللي كتجي اقتصاديه وكذلك لذيذه بزاف. غادي نضيف الخميره معلقه كبيره، وغادي نضيف 3 معالق كبار ديال السنيده، ثم الحليب المجفف او نيدو، وغادي ندير الزبده وكذلك البيضه، وغادي ندير الخميرة، هانتوما كيف ما كتشوفو معايا شحال، وغادي نخوي هاد الكاس ديال الما دافي كامل، وغادي نحرك بواسطة الخوي أو خلاط يدوي. وغادي نخلي الخميره تتفاعل ليا مع هاد المكونات لمده ديال 5 دقائق. هنايا غادي نضيف الدقيق، غادي ندير كاس الاول، وغادي نعاود نضيف الكاس الثاني، وغادي نخلط العجين. الا بان ليا خاص هاد الدقيق راني غادي نضيف ليه هاد الدقيق. هانتوما معايا، كملوا معايا لا فيديو حتى الاخر. وهنايا كنزيد نضيف الدقيق
لان العجين مازال ما تجمعاتش. بالنسبه للدقيق راه كل واحد وكيختلف عنده، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. صافي انا غنبقى مستمره حتى تجمع لي العجينه، وهانتوما معايا. صافي هنايا غادي نخلي العجينه ترتاح، ومني ترتاح هانتوما معايا. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خمرات العجينه مزيان، هانتوما راه مدلوكه مزيان. حاولوا انكم تدلكوها باش تجي مرخوفه. هنايا كنحاول بواسطه ديال السكين كنشكلها على شكل كويرات، غادي نقطعها. بالنسبه للكويرات تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا، انا هنايا خرجت منها 17 كويره، تقدروا ديروا اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. انا هنا غنبقى مستمره حتى نشكلهم على شكل كويرات كيف ما كتشوفوا معايا، ونتلاقاو منين بغي نعمر هاد خليه النحل او الشهده. هنايا بعد ما شكلت الكويرات ديالي كاملين كيف ما كتشوفوا معايا، درتهم يكونوا متوسطين، نتوما تقدروا ديرهم كبار او صغار كيبقى لكم الاختيار. وهنايا عندي المول دهنته بالزبده، يكون المول تيدخل لينا للفران. بالنسبه للطريقه راه جد بسيطه، كنحاول انني نشد الكويره ونسرحها بيديا وندير فيها الشكلاط، نعمرها بالشكلاط. بالنسبه للحشوه راه كتبقى اختياريه على حسب الطوق، على حساب شنو عندكم. تقدروا ديروا هاد الشهده حتى مالحه، راه كتجي لذيذه. الطريقه راه بسيطه، غنبقى مستمره فحال هكا حتى نكمل هاد الشهده كامله ونتلاقاو. منين بغي نطيبها او نزينها، نتمنى انكم تجربوها لانها كتجي لذيذه بزاف وما كتجيش معجنه، وراها بمقادير جد بسيطه في المتناول ديال الجميع، وتقدر اي امراه تجربها علاش لا. هنايا بعد ما كملت الكوريت ديالي شكلتهم على شكل الشهده، خليت ما بيناتهم واحد الفراغ باش ملي تخمر تلقى لاسباس فين تلاصق مع بعضياتها. صافي هنايا غادي نخليها تختمر لمده نصف ساعه، ونتلاقاو منين بغي نزينها وكذلك من الطيب.
هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خمرات مازال هذوك الفراغات اللي كتشوفوا راه كاملين غادي يعمروا. هنايا غادي ندهنها بالبيض مع قطرات ديال الخل او الحليب، غادي ندهنها كامله. هذا غادي نزينها، بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا. هنايا بالنسبه للتزيين كيف ما قلت لكم في الاول كيبقى اختياري وعلى حسب الرغبه وعلى حسب اللي كتبغي. وهنايا غادي نزينها بالجنجلان كيف ما كتشوفوا معايا، كنخلي كنزين وحده وكنخلي وحده، بغيت نزينها بالكوك، تقدروا تزينوها باللوز الكاوكاو اي حاجه عندكم تقدروا تزينوها بها، تحكوا الشوكولاته من الفوق وديروه صافي. انا غادي ندخلها الفران ونتلاقاو من الطيب. وهكا كتكون النتيجه النهائيه ديال هاد خليه النحل او الشهده كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي رائعه ولذيذه. انا هنايا درت ليها الناباج وزينتها بالكوك، وهنا كيف ما شفتوا معايا درت ليها الجنجلان. انتوما راه كتجي فشفشه نهائيا، واش كتجي معجنة نهائيا. نتمنى هاد لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم اللي تعمل فائده.